السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك حبيبتي؟ الحمد لله. شو اسمك؟ فاطمة عبد المنعم عبد الهادي. أهلا وسهلا يا فاطمة، أنت بنت الشهيد عبد المنعم عبد الهادي؟ بأي صف أنت؟ سابع. سابع؟ نجحتي على السابع؟ ايه. كيفك بالمدرسة؟ الحمد لله. الحمد لله. شو حابة تصيري بس تكبري؟ أنسة. أنسة؟ إن شاء الله بتكبري بتحققي اللي ببالك بتفرحي الماما، بس أرجينا جلاءتك. ما شاء الله عليكي.